السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering، معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي. نواصل مع المحور الثامن الخاص بالتقنيات في الـ AC Circuits، ونبدأ اليوم إن شاء الله مع الطريقة الثانية وهي طريقة المش كارنت. إذا كما رأينا طريقة النودل، اليوم سوف نرى طريقة المش، نفس الخطوات المتبعة في طريقة النوت سوف نطبقها مع طريقة المش. هنا عندي دارة كهربائية، مطلوب مني استخراج التيار I0 باستعمال طريقة المش أناليسز. قلنا أول خطوة هي ماذا؟ هي تحويل السيركت من التايم دومين إلى الفريكوينسي دومين، حيث لا يظهر لي إلا بالنسبة لمصادر الطاقة إلا امبليتيود وزاوية، وبالنسبة للمكونات الأخرى الباسيف إليمنت فهي كلها عبارة على زد، على امبيدنس، يعني عبارة على زد R وهي إذا R، أو عبارة على زد C يعني هي مكثف بيور، أو عبارة على زد L. وقمنا بهذا التحويل وإليكم هذه الدارة الكهربائية، وقد تم تحويلها مباشرة إلى الفريكوينسي دومين. الآن ماذا سوف نفعل؟ سوف نطبق التقنية المطلوبة مني في التمرين هنا باستعمال طريقة المش، استخراج مجهول. ما هو المجهول هذا؟ هو هذا التيار I0. إذن نطبق طريقة المش. كم عندي من مسار مغلق هنا؟ عندي هذا المسار الأول، الثاني، والثالث. نطبق طريقة المش. الـ KVL في المش الأولى نفس ما رأيناه في الـ DC نفسه، لكن فقط سنطبقه الآن باستعمال الفيزر. إذن بالنسبة للمش الأولى، هل عندي فولتج سورس؟ لا، ما عندي فولتج سورس، وبالتالي أكتب صفر يساوي. هنا عندي مكون 2 3 أقوم بجمعهم كلهم، يمر فيهم التيار I1 مع التفريق بين ما هو حقيقة وما هو تخيل. عندي هنا برانش مشتركة مع التيار أو المش الثانية، وهي هذه البرانش، فأضيف سالب مع قيمة هذه الزد سي، ضارب التيار I2 لأنها مشتركة مع I2. كذلك ألاحظ هنا عندي برانش مشتركة أخرى وهي G10 مع من؟ مع الـ I3، مع إضافة سالب لاشتراكها مع الـ I3. نفس الشيء للمش رقم 2. المش رقم 2 هنا ألاحظ عندي فولتج سورس، فأكتب قيمتها، لكن هنا أدخلتها، لكن نكتبها مثلا هي كم؟ هي 20 ومع الزاوية. لكن ألاحظ أن هذا التيار يخرج من القطب السالب، فتكون تساوي سالب 20 مع الزاوية. ماذا يساوي؟ يساوي هذا الترم كله. يعني ماذا عندي هنا؟ عندي أجمع كل المكونات داخل هذا المسار المغلق، عندي مقاوم مكثف ومكثف يمر فيهم التيار I2، عندي برانش مشتركة مع من؟ مع الـ I1 فأضيف سالب، وبرانش مشتركة مع الـ I3 فأضيف السالب.
البلاس المشتركة مع الاي 1 هو هذا المكثف، والبلاس المشتركة مع الاي 3 كذلك هذا المكثف، وقد كتبت قيمته. الآن ماذا بقي عندي؟ بقي لي الماش رقم 3. الماش رقم 3 مباشرة أكتب قيمة التيار الذي يمر في هذه الماش، هو التيار اي 3. عندي current source وهي في نفس الاتجاه، فتكون هذه الاي 3 قيمتها 5 امبير والزاوية هي 0. الآن ماذا عندي؟ عندي 3 معادلات يحملان 3 مجاهيل وهما الاي 1 الاي 2 والاي 3. إذن أقوم بحل هذه 3 معادلات لاستخراج الاي 1 والاي 2 والاي 3. يكفيني هنا استخراج الاي 2 فقط، لأن المطلوب في هذا التمرين استخراج الاي 0، هذا هو المجهول المطلوب مني. والاي 0 هنا هو عكس دوران الاي 2، فتكون الاي 0 هي سالب اي 2. استخرجت الاي 2 من خلال فك المعادلات، وأعوض إذن الاي 2 هنا سالب اي 2 لأستخرج الاي 0 في بطريقتين. بطريقة إذن استخرجتها هنا وكتبتها في البولار فورم، ويمكن تحويلها إلى الريكتانجلار فورم حسب المطلوب.